الدنيا اللي هالشكل تكون انك تخاف من واحد يهاجم اهل البيت وما ترد عليه، طاحض هالدنيا هاي اللي انت معتز فيها، ما لها معنى ابدا. الحياة ما لها طعم الا انك تضحي من اجل اهل البيت، تدافع عنهم، تدافع عن شيعتهم، تدافع عن مراقدهم، عن قبورهم، عن اهل البيت، تدافع عنهم بكل شيء. حبيبي لا تجيبوا لي اوراق باثناء الخطاب، لا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على محمد بأعلى اصواتكم. من الخطأ واحد يخطب تجيبوا له ورقة، تعطوه ورقة.